النهارده كان عندنا اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي، وكان فيه قرارات مهمه جدا. شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الاهلي، اهلا بيك، وهيقول لنا ايه اهم قرارات النادي الاهلي النهارده في مجلسه. مساء الخير يا هاني، تحياتي ليك ولضيفك الكريم الصديق العزيز كريم سعيد ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهوره العظيم في كل مكان. الحقيقه انه كان في جلسه الحقيقه في غايه الاهميه اليوم، التأمت او انعقدت بقاعه الكابتن حسن حمدي في مقر النادي الاهلي بمدينه نصر برئاسه الكابتن محمود الخطيب وحضور كامل المجلس والمدير التنفيذي دكتور سعد شلبي، وناقشت العديد من الموضوعات. لكن هذه الجلسة انتهت قبل موعدها، واعتبرت الجلسة مفتوحة وممتدة تستكمل إن شاء الله خلال أيام قليلة بسبب ارتباط المجلس وحرصه على الذهاب بشكل جماعي لتقديم واجب العزاء في القامة الوطنية والمفكر الكبير وعضو النادي الأهلي الأستاذ رجاء عطية نقيب المحامين الذي وافته المنية، وهو فارس في ساحة المحكمة يعني يمثل العدالة الواقفة. رحم الله الأستاذ رجاء عطية بواسع رحمته وألهمه الصبر وألهم ذوي الصبر والسلوان. الحقيقة أنه هذا المجلس كابتن هاني، وعشان حتى لو أطيل عليك ونمنح المشاهدين فرصة لمتابعة التحليلات المهمة بشأن مباراتنا غدا إن شاء الله، في بدايته اعتمد توصيات المكتب التنفيذي في جلستيه السابقتين، بالإضافة إلى اعتماد محضر لجنة شؤون العاملين. هذه الجلسة أو هذا المحضر كان مهم جدا لأنه تضمن أو احتوى الهيكلة المتعلقة بفرع التجمع الخامس المزمع افتتاحه إن شاء الله خلال يعني شهور أو أسابيع قليلة بإذن الله، والتصور التنظيمي للعاملين اللي هيبدأوا في هذا الفرع الذي أؤكد ليك ولجمهور النادي الأهلي ولأعضائه أنه سيولد عملاقا في إطار حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية والإنشاءات في المقر الرئيسي وفي كل الفروع. في هذا الإطار أيضا كابتن هاني، الحقيقة مجلس إدارة النادي الأهلي ثمن بعدما استعرض الكابتن محمود الخطيب نتائج زيارته إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اللي كان من ثمارها زيادة إنشاء مسجد في فرع الشيخ زايد وأيضا إدراك حمام سباحة على المخطط العام للفرع اللي بيشهد حركة كبيرة جدا من الإنشاءات والإنجازات تليق بأعضاء النادي الأهلي في كل الفروع، بالإضافة طبعا لمتابعة افتتاح ملاعب البدل اليوم في مدينة نصر. هذه الزيارة وهذا التعاون هو فلسفة النادي الأهلي في التعاطي وتوطيد الحقيقة العلاقة والتناغم مع كل مؤسسات الدولة المصرية، باعتبار النادي الأهلي مؤسسة من مؤسسات هذا الوطن الكبير، وهي حريصة دايما على مد الجسور والتعاون مع الحكومة وكل مؤسسات الدولة في إطار من العلاقات الطيبة والقوانين واللوائح بكل تأكيد. كمان المجلس الحقيقة اتخذ مجموعة من القرارات النهاردة ربما تهم أعضاء النادي الأهلي وليس فقط العاملين، كان من أبرزها هو تعيين العميد أحمد النحاس مديرا لفرع التجمع الخامس اللي زي ما قلت لحضرتك إن شاء الله قريبا يتم افتتاحه. فالعميد أحمد النحاس اللي شغل على مدى السنوات الماضية يعني إدارة فرع مدينة نصر تم تعيينه في التجمع الخامس والفرع الذي سيخرج للنور قريبا في افتتاح يليق إن شاء الله بأعضاء النادي الأهلي. أيضا تم تعيين مجلس الإدارة قرر تعيين العميد محمود حزين مديرا للنادي الأهلي بمدينة نصر على أن يكلف قائما بالأعمال أيضا لإدارة الأمن مديرا للأمن لحين تعيين مدير جديد. العميد محمود حزين هو ابن من أبناء النادي وشغل هذا المنصب منذ سنوات طويلة، له خبرة وباع كبير وعلاقاته طيبة الحقيقة بأعضاء النادي في مدينة النصر، فالمجلس ارتأى أن هو يستكمل مسيرة العميد أحمد النحاس اللي انتقل لخدمة النادي الأهلي من مكان آخر، وبالتالي العميد محمود حزين يتولى إدارة فرع مدينة نصر بالإضافة أيضا لقيامه بالأعمال كمديرا للأمن. فكل التوفيق الحقيقة للعميد أحمد النحاس في منصبه الجديد والعميد محمود حزين في مدينة نصر، وده في إطار الحقيقة اهتمام النادي الأهلي بكل الكوادر وتكريم أبنائه المخلصين اللي بيتميزوا بعطاء كبير. تعلم كابتن هاني الإدارة التنفيذية بيكون لها دور كبير جدا إدارة الفروع في التعاون مع الدكتور سعد شلبي كمدير تنفيذي للعمل على
خدمة أعضاء النادي. بيتكلم عن 150 ألف عضو، 150 ألف أسرة، 20 لعبة بتمارس في فروع النادي المختلفة. فمؤسسة ضخمة وتحتاج إلى إدارة حكيمة ورشيدة ومنضبطة أيضا بكوادر مخلصة لهذا الكيان الكبير. المجلس أيضا قرر التجديد لمدير فرع الشيخ زايد اللي هو خالد عبد الرحمن، بالإضافة طبعا لمدير أهلي الجزيرة مدير المقر الأستاذ خالد مرسي، استكمالا لعطائهم خلال الفترة الماضية، فهم مستمرين إن شاء الله في أماكنهم لاستكمال هذه المسيرة في إطار الحقيقة الإدارة التنفيذية اللي بتقود النادي الأهلي خلال هذه السنوات، في إطار أيضا فلسفة مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. كل التوفيق للزملاء، بالتوفيق في هذه المهام الملقاة على عاتقهم، وهي الحقيقة زي دايما بنقولها ثغر من ثغور هذا النادي، وهو تشريف أو تكليف قبل أن يكون تشريف. يعني الحقيقة ده كان أبرز ما لدينا كابتن هاني من قرارات مجلس الإدارة. وزي ما قلت لحضرتك أنه المجلس مستمر في جلسة مفتوحة خلال ساعات يعلن عن موعدها إن شاء الله. شكر جزيل لحضرتك ولجمهور النادي الأهلي، ودام النادي الأهلي في المقدمة، وتحيا مصر دائما وأبدا. يعني تحيا مصر، وتحياتي ليك طبعا الأستاذ شريف فؤاد متحدثنا الرسمي للنادي الأهلي، وكل التوفيق لمجلس إدارتنا اللي هو لا يكل ولا يمل لخدمة الجمعية العمومية وأعضاء النادي الأهلي من خلال التطوير على مستوى المنشآت والخدمات اللي وصلت لأعلى مستوى في كل فروع